وبالعودة إلى موضوع مفقودي الصقلاوية ومساعدة منظمة أم القرى الإغاثية ل700 عائلة هناك، ينضم إلينا المنسق العام للمنظمة الدكتور عبد القادر محمد. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، اليوم قدمتم 700 سلة غذائية ل700 عائلة من ذوي المفقودين، كيف وجدتم أحوال هذه العوائل ومن الذي يعولهم؟ شكرا جزيلا. في الحقيقة هذا موضوع يعني مؤلم، بعد أن وصلنا بعد المناشدات التي وصلتنا من أهالي هذه المنطقة، منطقة البعكاش في ناحية الصقلاوية شمالية الفلوجة، اطلعنا على أحوال أو بعض أحوال هذه العائلات. وضع مأساوي الحقيقة، كثير من معيني هذه العائلات فقدوا بهذه الأحداث الشهيرة، أحداث الصقلاوية، المفقودين بما يسمى قضية مفقودي الصقلاوية، أكثر من 700 عائلة. هناك العوائل من لديهم أكثر من يعني 8 أو 9 مفقودين. هؤلاء يعانون من النقص كبير في من يقوم على شؤونهم، رعايتهم، من يؤمن رزقهم. فاستطاعت المنظمة أن تجهز هذه السلات الغذائية كجزء من المساعدة، الجهد الإغاثي والإنساني لهذه العائلات. نعم، هذا العمل الذي تقومون به هو مسؤولية حكومة ودولة بحد ذاته، كيف تتعامل فرقكم مع هذه الحالات الإنسانية، وهل يمكن أن تكون مساعداتكم مستمرة لهذه العائلات؟ والله بالتأكيد نحن سألناهم هذا السؤال، هل يوجد هناك من يعني من أطراف حكومية أن تقوم على رعايتكم هذه العوائل؟ هل يصلكم شيء من المساعدات من هذه الجهات الحكومية وغيرها؟ شكوا من نقص يعني وعدم التواصل معهم، عدم مساعدتهم لفترات طويلة، ويقولون كان حالنا في مخيمات النزوح أفضل بحكم ما المنظمات تصل إلى مخيمات النزوح أكثر ما يصل إلى هذه القرى في الأرياف. فطبعا المنظمة التفتت، استطاعت أن تصل إلى هؤلاء رغم الصعوبات الكبيرة في الوصول لهذه المناطق، لكن استطعنا الحمد لله أن نؤمن هذه المساعدات الإغاثية لهذه العائلات، وأملنا أن نستطيع أن نتواصل معهم في إغاثتهم وتأمين الطعام والغذاء يعني. هل لديكم حملات مقبلة لهم، وهل هناك خطط يعني للارتقاء بأوضاعهم وفتح مشاريع صغيرة لهم؟ والله ان شاء الله نحن ما دمنا يعني فتحنا هذا الخط والتواصل معهم، نقوم بدراسه احوالهم وشؤونهم الاجتماعيه والانسانيه، فان شاء الله سيكون لنا برامج خاصه معهم بالتواصل معهم في الايام المقبله ان شاء الله. المنسق العام لمنظمة أم القرى الإغاثية الدكتور عبد القادر محمد، كنت معنا من الأنبار، شكرا جزيلا لك.